افتتح معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة فعاليات سوق البسطة لعام 2018 في قرية جرافيتي بالمحافظة الجنوبية، وقد تميز السوق هذا الموسم بطرح المزيد من الفرص أمام المشتركين. أجواء بحرينية بامتياز مزجت بين التراث والحضارة للسنة السادسة على التوالي في سوق البسطة من خلال مجموعة من العروض الشعبية يسعى القائمون من خلالها على ربطنا بذلك الزمن الجميل بمشاركة جرافيتي فيليج، حيث تم طرح الكثير من البرامج الترفيهية التي ترضي الجمهور البحريني والخليجي الذي ينتظر هذا الحدث كل عام. هي إعادة للتراث والموروث التراثي اللي عندنا وننعم فيه في البحرين، فتقليد هذه الأشياء وتذكير الشباب يعني اللي ما عندهم فكرة بالنسبة عن هذه العادات والتقاليد شيء مهم، فإعادة بهذه السياقة والتنظيم جدا مهم، وأنا سعيد أن أرى هذه الأشياء في استمرار وأن أرى من يشارك به مستمر في هذه الفعاليات وهذه الأشياء التراثية، والحمد لله شيء تنظيم ممتاز، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح والاستمرارية. احنا زيدنا الأيام، قبل كانت يمعة وسبت خليناها خميس، يمعة وسبت ثلاثة أيام في الأسبوع، عطينا فرص حق الناس أنها تشارك. هالأسواق دي التراثية مفروض ما توقف، مفروض تتم على ما هي عليه سنة عن سنة إلى الأفضل. سوق البسطة وعلى مدار 6 أعوام استطاع أن يثبت نفسه كأحد أبرز الفعاليات التجارية التي تسعى إلى دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة لما لها من دور لافت في تعريف الناس بصغار التجار البحرينيين ومشاريعهم المتنوعة بما يكفل لها النمو والتطور للإسهام بدفع عجلة التقدم الاقتصادي في مملكة البحرين. أنا أسوي الكباب البحريني، أصلا ما كان أحد عارفني يعني، فهاي كان فرصة لي وايد أن أطلع يعني، وخاصة أن أسوي ويا صوص خاص حق الكباب، وعطوني فرصة صراحة البسطة أن أطلع يعني الناس تعرفني، ومن كذي اشترك كذا سنة، الحين هاي السنة الثالثة اللي أشترك فيها إن شاء الله. I think it's very interesting. It's my first time to Bahrain. الأجواء ممتعة جدا، خصوصا وأنها زيارتي الأولى للبحرين، وقد أسعدتني هذه الاحتفالية في هذا المكان الرائع، وأكثر ما عجبني الرقص التراثي البحريني، هو ممتع بحق. برامج ترفيهية بنكهة تراثية تجمع مختلف ألوان الفنون الشعبية التراثية الأصيلة وتسهم في استقطاب مختلف شرائح المجتمع البحريني والخليجي، ففي هذا الموسم ارتفعت نسبة المتعة العائلية من خلال قسم الألعاب المخصص للأطفال بالإضافة إلى العروض الفنية والمسرحية وغيرها من البرامج المتنوعة التي ستقام بشكل أسبوعي. على مدار شهرين أهل البحرين على موعد مع الفعاليات المتنوعة والبرامج المسلية والبضائع المتميزة التي تجتمع سنويا في مكان واحد هنا في سوق البسطة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.